أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ويسعدني أن أرحب بضيفي في الحلقة الأولى من برنامج صوت الفلاح بعد فترة التوقف، الزميل العزيز الأستاذ الدكتور عماد الحسيني، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي. برحب بحضرتك دكتور عماد. أهلا بك دكتور حامد. طبعا احنا كنا مع بعض الحقيقة في البرنامج في الفترة السابقة صوت الفلاح، لكن احنا دلوقتي بدأنا فترة جديدة ومرحلة جديدة الحقيقة لتطوير هذا البرنامج، بحيث بنقول للفلاح احنا معك. طبعا يشرفني ان اكون معك يا فندم، ده شرف لينا. طبعا لما بنتكلم على معهد بحوث الارشاد الزراعي، اعتقد هو المعهد المعني بوضع السبل والاليات الخاصة بتوصيل المعلومة الارشادية للفلاح. وحضرتك تعلم انه بدون ارشاد زراعي يبقى معناها مفيش معلومة ارشادية، اي ارشاد باي وسيله من الوسائل، مفيش معلومه بحثيه هتوصل للفلاح. واحنا ويهمنا بالدرجه الاولى انه الفلاح يحصل على المعلومه الارشاديه الحديثه من جميع المحاصيل في جميع مجالات الانتاج الزراعي، علشان في النهايه يصل الى اعلى انتاجيه، ولما يصل الى اعلى انتاجيه معناها دخله بيزيد، وبالتالي ده بينعكس على الدخل القومي لمصر. يا ريت حضرتك تعرفنا في البدايه سبل توصيل المعلومة الإرشادية للفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بشكرك جدا يا دكتور على الدعوة الكريمة دي أولا، ودي الواحد سعيد بأن في برامج بتبتدي تتطور وبتغير من نفسها، وإحنا عارفين أن معالي الوزير بصفة خاصة مهتم جدا بقناة مصر الزراعية، ويمكن حضرتك كنت موجود معنا في أحد الاجتماعات، أنه مركز تركيز تام على القناة تقدم خدمات للمزارعين. بالزبط. إذا كنا بنسعى إلى تقديم خدمة إعلامية للمزارعين من خلال قناة زي حضرتك وبرنامج زي من أعلى البرامج المشاهدة بالنسبة للمزارعين، فبالتالي الإرشاد برضو بيعمل نفس الخدمة. طب هيعمل نفس الخدمة ويقدم خدمة للمزارعين مبنية على مين؟ أنا عندي في مجال البحث في مركز بحوث زراعية، وإحنا كمعهد بحوث إرشاد زراعي عندي كمية معلومات عالية جدا ومتوفرة بشكل كبير جدا وفي مختلف المجالات. يمكن حضرتك عارف إن إحنا عندنا أكتر من 16 معهد وعندنا معامل كتيرة جدا، فأصبح المركز يمكن حضرتك أشرت حتى في المقدمة إنه هو مركز علمي لا يوجد مثيل له على مستوى الشرق الأوسط، وعندنا خبراء وعلماء كتير جدا. إيه اللي بيحصل بيخلي فيه فرق في الإنتاج وفرق في البحوث؟ هي النقطة الحلقة الوصل بين كلاهما هو الإرشاد. تمام. الإرشاد كبروسس هو القضية وليست كعدد عاملين. يمكن حضرتك احنا كنا اتكلمنا أكتر من كده، بنقول إن ما عندناش عدد مرشدين زراعيين، ما عندناش طريقة تواصل. طب طريقة التواصل، لأن احنا كنا متعمدين إن مش بالضرورة عن طريق المرشد، يعني بالظبط كده هناك وسائل أخرى. الوسائل تعدلت وأولها حضراتكم اللي احنا كنا في الاجتماع بنقول أن القناة هي وسيلة لإيصال المعلومات لمين؟ للمزارعين. هذه المعلومات يجب أن تكون من مصادر موثوقة، اللي من ضمنها الإرشاد. طب هنا دور معهد الإرشاد هيعمل إيه؟ أنا عندي مختلف توصيات كتيرة جدا، قد تكون في محصول قط، قد تكون في محاصيل أخرى مختلفة سواء كان بستانية أو حقلية. هذه المعلومات يجب أن تصاغ بطريقة إرشادية يستطيع المزارع أن يعرفها أو يستصيغ بالنسبة له. طب لما بيقول إن الإرشاد مهم، لا يمكن حدوث التنمية الزراعية إلا بوجود إرشاد. الإرشاد له طرق وآليات وأساليب وأهمية لا يختلف أحد، لأن الإرشاد موجود في أمريكا برغم كل التطور التكنولوجي الموجود فيه. لماذا لم يلغوا الإرشاد إذا كان الإرشاد ليس له وجود أو مالوش دلوقتي؟ لا ما حدش قال إنه ما حدش يقدر ينكر أهميته. بالزبط. الأهمية تنبع من لكن هي الوسائل بتختلف هنا. طريقة أداء الخدمة الإرشادية ده بقى يخليني أسأل حضرتك دكتور عماد. فضل. وبمنتهى الأمانة وبمنتهى الحيادية، وأنا عارف أن حضرتك دايما صريح، رأي حضرتك في قناة مصر الزراعية كقناة إرشادية، يعني حضرتك شايف أن هي عملت فعلا فرق مع الفلاح، مع التواصل مع الفلاحين ولا لا؟ أولا يعني الحمد لله وشكر لله قناة مصر الزراعية بتبتدي، حتى واحنا كنا انا وحضرتك وفي الاجتماع ما كنا مع معالي الوزير واهتمامه الكبير جدا بالقناه، احنا ما قلناش انها ابتدت من فراغ، ده بالعكس ده هي في تطور، وكلما وصلنا لمرحله بنسعى لمرحله اعلى. فالقناه مصر الزراعيه اللي حضرتك عملته دلوقتي في الموسم الجديد، اضافه حتى احنا معاك لبرنامج كان ناجح زي كده، بيؤكد للمزارع ان انت ليس بمفردك. اهي دي قد تكون جملة يرى البعض إنها قليلة، لا ده أنا بحس المزارع إن أنا في ظهرك وجنبك وبجوارك، ودي واحدة من وسائل أو الطرق. طب لما يشعر المزارع إن إحنا جنبه، أبص ألاقي قناة مصر الزراعية هو اللي يبتدي يدور عليها ونحن لا نسعى إليه. طب لو ابتدى لقى المعلومة، الناس كلها فاكرة إن المزارع المصري لا يسعى للمعلومة، بل المزارع المصري يسعى للمعلومة بكل الطبل. حتى هقول الحركة الحاجة، مش طرق بس وسبل ولا آليات، ده هو نفسه اللي بيروح يسأل تاجر أسمدة،
بيروح يسال اي حد عن المعلومه مجرد لو مزارع صديق ليه، ودي من احد المصادر. لما احنا نوصل المعلومه في القناه، انا بعتبر ان هذه القناه وكبرنامج حركة صوت الفلاح من اقوى البرامج اللي يمكن الاستعانه بها في ايه، في نشر المعلومات اللي بيصدرها مركز بحوث زراعيه بصوره ارشاديه سليمه تصل المزارع. يبقى مين اللي يقول ان مفيش تطوير؟ لا، في تطوير. احنا اذا كنا بنسعى، حتى فخامه الرئيس بيقول ايه، يا جماعه احنا عايزين شفافيه، عايزين نقل معلومات، عايزين توصيل معلومات جيده. في قطاع الزراعه معالي الوزير بيقول لنا ركزوا على كده. يبقى احنا نستغل القناه كطرف وكتواصل، نعمل بقى التطوير مرحلي او على وسائل، لكن نقدر نقول والله نقدر نبتدي. طب ابتدي الاول حضرتك، حتى احنا في النقاش مع معالي الوزير حضرتك تفضلت وقلت. انا بالمناسبه يا دكتور عماد برضو الحقيقه لازم اشكر معالي الوزير الاستاذ دكتور عز الدين ابو السيد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي على اهتمامه بتطوير القناه. ويمكن لاول مره وزير زراعه يقعد مع كل العاملين في القناه ويستمع اليهم، وكان في لجنه موجوده وعمل التقرير وبمنتهى الحياديه سلم التقرير لبعض الزملاء في القناه لمناقشته ووضع ردود. الحقيقه قمه الديمقراطيه، وعلشان ده يدل على ان معالي الوزير فعلا مقتنع باهميه قناه مصر الزراعيه وبدورها الرائد والمهم كدور ارشادي. هو مش ارشادي فقط يا دكتور عماد، لكن يمكن حضرتك تعلم ليها دور كبير جدا كمان في حل مشاكل اهالينا الفلاحين. وانت فلازم اوجه التحيه لمعالي الوزير. لا، انا بشارك حضرتك في التحيه دي، وانا تشرفت بان كنت موجود في اللقاء اللي حضرتك كنت موجودين فيه واستمع لينا حتى كعلميين في التطوير ده. انا طبعا اذا كان الهدف هدف توعوي وارشادي وتعليمي، فكان من الضروره وجود معهد الارشاد عشان يقول ايه اللي نقدر نعمله بالنسبه لده. فالشكر موصول لي في كل التطوير اللي بيعمله في قطاع الزراعه ده، حقيقه ما هياش مجامله مني او من حضرتك. لازم برضو نعترف بدور الاستاذ دكتور عادل العظيم. ده بقى النقطه الثانيه، ومعلش انا لست مجاملا في ذلك، الارشاد لان برضو ليه دور جداً كبير جداً. والحقيقه هو برضو كان صاحب المبادره في ان لازم نطور هذا البرنامج ده. انا مش عايز اقول لحضرتك، انا لسه كنت على مقابله معاه واكد على اننا عندنا طرق كتيره وبرامج متعدده خلال الفتره القادمه. مش عايز اقول لحضرتك ان هو حاطط خطه كمان من ناحيه، يعني من ناحيه التواصل اللي حضرتك بتتكلم عليها في المقدمه يا فندم بين المعاهد، في سكيدول معمول كل مدير معهد هيقعد مع استاذ يعمل ايه وبرنامج عن ايه. حتى الساده الزملاء اللي موجودين كان بيسالوا على البرنامج بتاع حضرتك بشكل ايه، حتى اساتذتنا في المركز. البرنامج اصبح مش جاذب بس للفلاحين، ده جاذب كمان للعلميين عشان يتابعوا هيبقى في ايه المره دي، مواعيده ايه. احنا عملنا هذا السكيدول عشان كده يا فندم، عشان نرتب اللقاءات. وطبعا كان من حسن حظي ان اكون مع حضرتك في اول يا فندم. ده شرف لينا، ربنا يبارك فيك يا دكتور. يعني حضرتك فعلا بتؤكد انه قناه مصر الزراعيه بكل برامجها رائده وجيده. لا يا فندم، انا بقول قناه رائده وجيده ولها امكانيه نقل المعلومات الى الساده المزارعين في كل التخصصات، سواء كانوا صغار او كبار المزارعين، يعني المنتج الزراعي بشكل عام. القناه لها دور في التعامل معاه. طيب حضرتك يعني شايف، هل ليك وجهه نظر معينه بحيث ان احنا ناخدها في الاعتبار ان شاء الله في المرحله القادمه في البرنامج علشان نوصل المعلومة الإرشادية بطريقة سليمة وسهلة ومبسطة لأهالينا الفلاحين؟ طبعا حضرتك عارف أن دايما المعلومة لها وقت ولها تخصص. يبقى لازم المعلومة في التوقيت المناسب. أول نقطة، لأن أنا لو وديت الفلاح المعلومة في مش في وقتها ما كلموش عن الحصاد، هو بيرسى بيزرع هيستفيد إيه بالظبط؟ مش حتى مش هتبقى انترست بالنسبة له مهتم بيها أو يكون هو مهتم بالجزئية دي. أنا عاوز أقول له تعمل إيه دلوقتي قبلها كمان يا فندم. يعني قبل ميعاد العمليه حضراتكم بتبقى في صوره، كنا احنا بنتكلم حتى مع حضرتك لو تفتكر واحنا موجودين في ساعه التطوير ده، ان يبقى في صوره رسائل ارشاديه موجهه قبل الميعاد بتاع المحصول. هيتم ده ان شاء الله، وهنعمل بشكل متتالي والله المحصول الفلاني ده مختلف عن المحصول ده، لان انا عندي يعني كل الساده المزارعين اخواتنا واهالينا لازم نبقى معاهم كلهم، مش مع محصول معين بيزرع، لا ده بيزرع صنف وده بيزرع صنف في نفس الموسم الصيفي مثلا او في الموسم الشتوي، هتلاقي حضرتك الايه المحاصيل مختلفه، في تنوع كبير. التنوع المحصولي ده هيبقى له تنوع الرسائل معاه. اذا الرسائل في الوقت بتاعها مناسب جدا، الطريقه لان عشان ما فيش دوره زراعيه يا دكتور بالظبط كده. دي بصراحه عامله اشكاليه كبيره جدا، مشكله كبيره الحقيقه.
في كل العمليات الزراعية. ومش هنقدر انت عارف حضرتك السياسة بتاعت ان احنا ما نجبرش المزارع يزرع ايه فسيبنا له الجزئية دي، لكن احنا بنعمل حاجة ما يعرف بالدورة التأشيرية، فاحنا بنساعده اذا كان بيزرع اي محصول من خلال نوصل له المعلومات. سبل توصيل المعلومات انتوا عند حضراتكم هنا طرق كتيره جدا متعدده. انا واحد من الناس ببقى شايف ان الموضوع بشكل جميل جدا. انا قلت لحضرتك معلومه حضرتك ممكن تختارها بشكل فيديوز بيفور اند افتر في الصور، بتاخد حضرتك حاجات دي احنا نقدر نوفر المعلومه وحضرتك تحطوها في الصوره اللي تلائم المزارع. طيب لو احنا حضرتك وصلنا للجزئيه بتاعت ان احنا نقول والله المزارع هنعمل له ايه، هندي له رسائل قبل وهندي له رسائل بعد يبتدي ندي له الاحتياج، يبقى انا لما بدي له الاحتياج هلاقي هو بيجي معايا ويساعدني. كمان الجهود المبذوله من كل الباحثين ان نحول البحث ده الى صوره تطبيقيه، ارجو من كل الزملاء الباحثين في المركز، وده دايما بيأكد عليه الدكتور محمد سليمان رئيس المركز وبيأكد عليه الدكتور عادل عبد العظيم وكل الزملاء اللي موجودين ونواب المركز جميعا، في ان احنا البحوث تبقى تطبيقيه، ما اروحش في بتكلم عن حاجه لا المزارع بيشعر عنده مشكله ايه نحلها في ايه تطلع النتيجه دي. يا معهد الارشاد يا قطاع الارشاد حطوا لي الصوره دي وصلوها، يبتدي حضراتكم تاخدوا المعلومه تحطوها في الصوره اللي تناسب المزارع، واعتقد ان هو ده الدور الاساسي اللي حضرتك بتولى بيه حتى المشكلات. انا بسعد أكيد. جدا في المشكلات اللي حضرتك بتحلها على الهواء. المزارع بيحس بالتواصل انه طبعا ده مهم الدكتور. ده مهم جدا الدكتور حامد يلاقيه المعلومه عنده ويرد عليه ويروح لفلان. ده كان من النقط الجميله جدا في القناه بالنسبه. طيب اسمح لي ناخد اولى المداخلات. سيد من الواحات الو. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك يا باشا، احنا شاكرين الافضال على هذه القناه الفاضله اللي بتقدم لنا جميع الارشادات الزراعيه وجميع المعلومات اللي احنا بنستفيد منها جميعا ان شاء الله. ربنا يحفظك، ده دورنا على فكره، ده دورنا وده واجبنا ان شاء الله، هتلاقونا دايما معاكم. اتفضل. الله يبارك فيك يا دكتور، الله يكرمك. انا عندي اشكال بسيط يا دكتور والله. اتفضل. بالنسبه لتقنين الاراضي، الارض احنا واخدينها من الهيئه العامه من سنه 85 احدى مشروعاتها في الواحات. وتقدمنا كم مره ومفيش، وانت سيادتك بعتني للمهندس هشام فاضل وما زال الموضوع متوقف. وقدمنا تبع المحافظه، المحافظه جت عينت قالت الارض دي تبع الهيئه. نروح الهيئه يقولوا القانون 140 قدموا فيه، قدمنا فيه مش عارفين نوصل تاني بالظبط الوضع يصير ازاي بتقنين دي الارض. المشكله دي لحضرتك بس ولا العدد كبير من اهالينا في الواحات؟ لا العدد كبير، العدد كبير، حوالي 500 اسره في مشروعات الهيئه. طيب اخ سيد، طبعا الموضوع كده عند سياده اللواء محمد حلمي رئيس الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، وهو رجل الحقيقه متعاون جدا وبيستجيب لحل اي مشكله طالما المشكله عنده وطالما الفلاح ليه حق فبياخده. ف يعني حضرتك سيب بس بياناتك في الكنترول وهنتابع مع بعض حل هذه المشكله وهنبلغ حضرتك بالنتيجه ان شاء الله. حاضر. شكرا شكرا يا حاج سيد. معانا عبد الجواد من اسكندريه. ايوه يا باشا. ايوه يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حالك؟ عبد الجواد من العمريه انا. اهلا وسهلا. ازي حالك؟ الحمد لله. والله انا بالنسبه للقناه دي انا نعتز بيها لان جميع معلومات وجميع اي مشاكل بتحلها لنا. تحت امرك. يعني من ناحيه استشارة بتاع الدكتور عبد الجواد ده بتاع الاعلاف دي بسم الله ما شاء الله. واي مشكلة وكانت عندي مشكلة انا وردتها على الاستاذ سامح عبد الهادي، والرجل مشكورا بعتني وكيل وزارة بتاعت ري اسكندرية، وكان عندنا مشكلة 30 فدان واخدين، واحنا 120 فدان واخدين من 30 فدان. تمام. ففي عقبه كانت عقبه، المهم انا كلمت الاستاذ سامح النهارده برضه فقال لي ان شاء الله الرحمن الرحيم تابع مع الاعلام على الموضوع ده وحيخلص لك المشكله ان شاء الله. ان شاء الله. لكن بالنسبه للقناه انا نحتز بيها والله. ربنا يخليك، وده شيء بيسعدنا، يسعدنا يا حاج عبد الجواد. جميع المشاكل بتحلوها. ده دورنا، ده دورنا. يا ده انتوا مشكورين والله. والله مشكورين. تحت امرك، تحت امرك. احنا بنشكرك جدا. يعني واضح. طيب معانا محمود من الداخليه. محمود من الداخليه، الو. ايوه يا دكتور حامد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مع حضرتك محمود البلاط من المتغامر. اهلا وسهلا. اهلا بيك، الله يخليك.
كنت عايز اعرف تكوين وحدة البيوغاز. كنت عاوز تعرف ايه؟ البيوغاز. البيوغاز عايز اعمل واحدة يعني. طيب حاضر، ده موضوع مهم، حاضر ان شاء الله هنحطه في ضمن يعني الموضوعات اللي هنناقشها ان شاء الله خلال حلقات البرنامج. انا عايز يعني مكان اتدرب فيه علشان اعملها في البلد كلها، يعني ادعم الوحده دي في البلد كلها. يا اما حضرتك لو مستعجل سيب بس بياناتك، سيب تليفونك، واحنا برضو هنتواصل معاك ونخلي المسؤول المختص يتواصل مع حضرتك ويقول لك كل المعلومات اللي انت عاوزها. طيب، وعموما انا عايز يعني اتعلم ازاي اكون الوحده علشان اعملها في البلد كلها يعني. حاضر. عشان هي دي يعني. حاضر. التكلفة وكده يعني، وهتوفر يعني. حاضر ان شاء الله، اشكرك يا محمود. طيب يعني واضح ان الحمد لله في رضا، الحمد لله ان في تواصل من اهالينا الفلاحين في جميع المحافظات، يعني من لوحات، اسكندريه، الدقهليه، وانا متاكد ان كل المحافظات بتشوفنا دلوقتي. ولاحظ حضرتك حتى ثنائهم وطلبهم، يعني اولا بيثني على التواصل اللي بيتم والمتابعه، ودي مش مجامله للقناه، وكمان بيطلب، يعني اذا هو بيطلب معلومه هو محتاجها. يعني احنا لو بنتكلم على الاخ محمود اللي من الدقهليه بيتكلم عن وحده بيوغاز، بالفعل في اماكن فيها للتعلم في مشطور، وحضرتك عارف ان في وحده اساسيه في مشطور، في حاجات كده ان احنا نقدر، المزارع عايز احنا اللي نروح له. يبقى اذا المعلومات اللي بنتكلم عليها حضرتك دي، اما تجي لي معلومه زي اللي بيسال عن البيوغاز، انا اللي المفروض على طول اقول له والله في خبير فلان الفلاني موجود، ده هيحصل ده بالظبط يا فندم. ده يؤكد الدور الاعلامي اللي بنتكلم عليه، يؤكد كمان الدور بتاع القناه. لاحظ حضرتك معايا ان كل ماده ما بنتعامل مع المزارع نلاقي ان المزارع طرف نشط جدا في العمليه التعليميه اللي هي بتسميها عملية تعليمية إرشادية. يعني الإرشاد هو عملية تعليم كبار. القائد متخصص. الريفي يا دكتور عماد ممكن يكون ليه دور في يعني ده في أنا مش عايز أقول لحضرتك. بصفة عامة ده أنا بعتبره دلوقتي هو البديل عن المرشد، بمعنى مش بديل بمعنى شخص يقوم بالمهام، لكن هو الشخص الأساسي في التأثير. إذن لو استطعت أصل لقائد مجموعة، وليكن مجموعة من الشباب. طب إزاي نفعل الفكرة دي؟ فكرة دور القادة، لأن هي ممكن تكون بديل، مش بديل، مش أقدر أقول بديل، لكن تعويض شوية أو طريقة جديدة لمعالجة نقص عدد المرشدين. بالضبط، لتعويض العجز الموجود في المهندسين الزراعيين اللي بيعملوا بالمهمة الإرشادية. بص حضرتك، القادة الريفيين بالذات ليهم تأثيرات كبيرة جدا، سواء كانت التأثيرات دي حتى الشباب الريفي، لو استطعت أن تختار قائد من الشباب الريفي فيؤثر على كتير جدا جدا من الشباب. القادة الريفيين ليهم طرق في الاختيار وليهم وسائل في التعامل معهم وليهم إمكانية في أنه يغير المجتمع. ليه؟ لأنه بيبقى فرد منهم. وجوده هو ومعرفته بالخصائص للمجتمع وأنه وجود طرف منهم سهل جدا لو استطعت أن تقنعه. هو تأكد حضرتك أنك مش هتقنع واحد، هتقنع مية معاه. ليه؟ لأنه هو هيبقى الطرف النشط اللي يوعيهم حتى في حالة عدم وجودك. يعني أنا لو الدكتور عماد نزلت قرية واستطعت أن أدخل المدخل الصحيح بعد اختياري للقائد، لأن اختيار القادة برضو لها طرق علمية. طبعا طبعا، طبعًا. مش مجرد أن أنا بنزل في يعني معايير معينة. بالظبط كده يا أستاذنا، معايير محددة لها طرق، واختيار القائد هل هو قيادة رأي ولا قيادة تأثيرية خاص. هتلاقي حضرتك عندنا في العلوم الزراعية بتقول والله القائد له مواصفات نختارها دي وندخل من مدخله. طب احنا حضرتك عايزين نعمل توعية في مجال القطن او القمح او حتى اللي ما يعرف الان بالزراعه الرقميه اللي كنا حضرتك بنتكلم عليها مع علي الوزير. نعمل ايه مع القائد ده؟ يكون المدخل بتاعنا هو القائد الريفي الذي يستطيع ان يوصل المعلومه بشكل اكبر. يبقى بياخد مننا المعلومه بشكل صحيح وبالطريقه التي تناسبه، واؤكد عليه طريقه التوصيل فيقوم هو بالنقل بدل العدد. انا عندي مثلا في القريه عند 1000 يا فندم، هيقدر القائد الريفي يستطيع ان يصل الى 1000. بالظبط. تسمح لي ناخد ياسر من المنوفيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حامد؟ اهلا وسهلا. بالنسبه للمشاكل بتاع الاراضي الزراعيه، مثلا المباني القديمه خالص على الاراضي الزراعيه، بني حظيره وبتاع، عشان اعمل لها احلال وتجديد ما بيسهلوش خالص وتبقى في مشكله. يعني مباني قديمه خالص قبل 85. فين وحاجة. فين في المنوفيه اخي ياسر؟ في اشمون. انت رحت للاداره الزراعيه في اشمون او مديريه الزراعه؟ رحت وقدمت تاني، بيقول لي دي حظيره ما بنعملش تجديد للحظاير، والحظيره انا اعمل حظيره تاني اوسع كمان. ما هو ما يا عم ياسر، ما هو بيني وبينك الحظيره ما بتعملهاش احلال وتجديد، يعني اصل طيب مفهوم الحظيره ايه بس؟ يعني ده عباره عن سور لا مؤاخذة يعني علشان مربط للبهايم. انا بتكلم اهو بالاسلوب مباني. لا مباني، هي مباني. مباني مباني. طيب، ما هي مباني ايه؟
مباني قديمه طوب لبني قديم. ماشي تمام. اوكي، ما هو تعمل له احلال وتجديد ليه؟ ما هو انت لا محتاج تعلي ولا تبني عليه يعني. ما انا دلوقتي هستفاد منه حظيره واستفاد منه سكن ليا فوق كمان. بص ده هو ده اللي انا عاوز اوصل له. طيب سكن ممنوع يا فندم. طيب ما دلوقتي هي قايمه بالظبط هي كده. يا اخ ياسر هتبقى توسع افقي. اخ ياسر نعم. الحظائر في الاراضي الزراعيه ماشي، دي من زمان من زمان. ايا كان، لكن ممنوع نهائيا يكون في سكن فيها. ممنوع سكن. طب ما دي تعمل توسع، دي ثروه. لا حضرتك تعمل لو عندك بيت قديم في القريه تعمل احلال وتجديد واعمل ارتفاع زي ما انت عايز، ده نسهل لك في اجراءات الاحلال والتجديد، لكن احلال وتجديد لحظيره ممنوع. طيب ما انا دلوقتي ما انا بعمل حظيره يعني هعمل حظيره وسكن ابو الاثنين. ما ينفعش يا فندم، ما ينفعش. حضرتك عارف التجاوزات، وحضرتك عارف المخالفات، وحضرتك عارف التعديات، الحاجات دي ما فيهاش استثناء نهائي. بشكرك يا اخي ياسر. معانا احمد من بني سويف. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحييك وبحيي البرنامج بتاعك الجديد وبحيي ضيفك. ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيك، شكرا. صراحه وبحيي القناه دي من الرئيس للوزير للغفير. لان بصراحه ربنا القناه دي البرامج بتاعتها برامج هادفه فعلا. الحمد لله. ربنا يصلح حالك والله، تستضيف علماء اجلاء وعلماء باحثين يعني. وبحيي برنامج الدكتور سامح عبد الهادي وبرنامج حضرتك وبرنامج الدكتور محمد اللي هو بتاع برنامج الارض. عشان ما اطولش عليك، انا عندي مشكله في الارض يعني بالنسبه للصرف الزراعي. عندنا ارض من تراكم الارض بقطر تراكم المرويه بالميه الارتوازي ارتفعت معنا نسبه الملاحه في الارض يا دكتور. بتعمل معانا بتحلل فوق كده نسبه طبقه كده ناعمه يعني عباره عن زيت كده، خدت بالك؟ طبعا ده في مركز ايه يا حجه؟ مركز سموطه، محافظه بني سويف، مركز سموطه. بتستعمل الجبس الزراعي؟ والله ما انا عارفه يا دكتور، بس لسه ما استعملتوش. في مركز ايه؟ مركز سموطه. الارض بقى الصرف بتاعها رديء خالص. الصرف الزراعي معدوم، الارض بتقعد عندي ثلاث ايام في الامال. فاحنا بالنبي حضرتك خد بالك، عايزين صرف زراعي في الارض، وصرف اجباري بقى مش هنقعد حضرتك تستأذن من المزارع او الفلاح، لا ده صرف اجباري. يعني واحد يقول لك انا عايز، واحد يقول لك مش عايز. فالمنطقه اللي انا فيها دي بصراحه الصرف بتاعها رديء يا دكتور. ما احنا يا اخ احمد، ما احنا عاوزين برضو الناس تتعاون معانا، يعني زي ما حضرتك بتقول في واحد عاوز وواحد مش عاوز، وده ما ينفعش، دي مصلحه عامه. انت حضرتك زي ما انت كنت بتقول التعدي على الارباب. طيب حاضر يا حاج احمد، سيب بياناتك في الكنترول وهنتواصل مع وكيل الوزاره في بني سويف وهياخد رقمك وهيتواصل معاك ونشوف الحل. حاضر. معانا خالد من قنا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك الباشمهندس خالد من محافظه قنا. اهلا وسهلا باشمهندس، اتفضل. انا كنت قدمت في الارض اللي جت في غرب المعاشده اللي كان وزعها الرئيس وما حصلتش عليها رغم ان انا مهندس زراعي واستكافئ الكرامه. قدمت فين يا باشمهندس خالد؟ في الارض اللي كانت في غرب المعاشده. دي تبع دي يا فندم تبع الريف المصري. الريف المصري بالظبط. ايه اللي تم؟ لا ما حصلتش على قطعه الارض رغم ان انا مهندس وحاصل على بكالوريوس. طيب ما هو حضرتك المفروض تتواصل مع الريف المصري عشان تشوف، لان مش مجرد انك قدمت، يبقى لان طبعا حضرتك عارف الموضوع ده كان فيه قرعه وفيه اختيارات وكده، فانت تتواصل تشوف ايه السبب ليه ما تمش يعني اختيارك. تواصل مع الريف المصري لان الموضوع ده يخص الريف المصري. طب الريف المصري اتواصل معاه ازاي؟ نعم؟ اتواصل معاه ازاي الريف المصري؟ انت اسال هناك في مديريه الزراعه في قنا مين المسؤول عن الريف المصري هناك او في المحافظه، وهيدوك اسم المسؤول عن الريف المصري في هنا وتواصل معاه. او ممكن يعني دلوقتي الزملاء في الاعداد يدوك تليفون اي حد من الريف المصري. بشكرك. يعني واضح الحمد لله. واحنا طبعا برضو مش قادرين نفتح التليفونات قوي علشان ندي فرصه لحضرتك يعني. ربنا يبارك فيك. يعني حضرتك شايف دكتور عماد انه فعلا ان شاء الله هيكون لينا دور في توصيل المعلومه الارشاديه لاهالينا الفلاحين في جميع المحافظات. وزي ما احنا كنا بنتكلم على القاده الريفيين، احنا عاوزين نفعل الفكره دي
برضو وإيدينا في إيدين بعض وعن طريق البرنامج وعن طريق القناة، بحيث فعلا نخلق قادة ريفيين في جميع الكرة يساعدونا، يساعدوا الوزارة، يساعدوا المركز، يبقوا كوسيلة إرشادية لأهلنا الفلاحين في جميع المحافظات. واسمح لي كمان هطلب حاجة بغير القادة كمان، بالإضافة إلى القادة، لأن دي فكرة قوية جدا. إحنا عندنا أنشطة، والأنشطة ترتبط بواقع الواقع، وليكن أمثلة زي المدارس الحقلية وما شابه ذلك. أنا بطلب من حضرتك وبطلب من كل زملاء في القناة إنهم يتابعوا بشكل ميداني الأنشطة اللي بيقوم بيها مركز بحوث الزراعية واللي بتتم على مستوى القرى. التغطية الإعلامية للأنشطة بتتم بالفعل، هتوضح قد إيه الجزء الخاص بالجهد المبذول. يعني هتوضح للمزارع ان في جهد مبذول في اماكن فلانيه، لدرجه ان بعض المزارعين لقيت عندهم امكانيه وقدره وقابليه ان يروح يشوف التجربه دي في محافظه اخرى. يعني انا لو عامل مدرسه حقليه في محافظه بني سويف، هلاقي في بعض المزارعين بيجي من المنيا عشان يجي يشوف النتائج دي ويتعلم. طب هو بيشوف ده ويلاقي ان القناه دي في زياره وكانت موجوده ومتابعه على قناه مصر زي ومرابط اللي راه بال برنامج اللي تم عند حضرتك. عملية الربط بين كل الأنشطة المختلفة والإعلان عنها وتسويقها إعلاميا للوصول لأكبر عدد ممكن من المزارعين، اللي احنا بنقوله بيدخل في إطار الإرشاد تاني. احنا هنعمل ده إن شاء الله دكتور عماد. بالعكس بقى، احنا كمان هننزل بكاميرا البرنامج لأهلينا الفلاحين في المحافظات المختلفة علشان نقف معاهم على أرض الواقع على المشاكل اللي هم بيعانوا منها. دي برضو بقول للحركة هيكون معانا احنا، ويمكن انا بتكلم بشكل شخصي على معهدي، هيكون في الخبراء الارشاديين اللي موجودين اللي هتنزل حركة لو هتنزل محافظة معانا. احنا لينا تواجد في كل المحافظات المختلفة من خلال المحطات البحثية اللي تابعة للمركز. اذا التواجد ده هيسهل ان في خبير ارشادي يستطيع عمل الوصل بين المعلومة مع الخبير البحثي اللي بيجي ينقل المعلومة بشكل جيد جدا إن شاء الله. وده اللي ما تم الاتفاق عليه زي ما حضرتك عارف مع معالي الوزير والدكتور محمد والدكتور عادل. حتى يعني عملية التواصل المباشر مع الفلاح بيكون ليها مردود نفسي مهم قوي. يعني الفلاح أو المواطن بيحس إن المسؤول معاه، بيحس إنه حاسس بيه، بيحس إنه عاوز يحلله المشكلة، فدي حتى ليها مردود نفسي مهم. ده مهم جدا. لان حضرتك تعرف دائما ما كان يقال عن الناس اللي ايه عايشه في ابراج الابراج دي، لا يا جماعه ده احنا معاكم من الواقع والابحاث بتتم المشاكل ان شاء الله. ده هيتم، ده فأنا هيتم. انا بقول لحضرتك ان ده هيسعدنا جدا وهنوصل اكتر، واحنا نكون سعداء ان معهد بحوث الارشاد الزراعي يكون معانا في هذه الخطوات ان شاء الله، علشان يساعدنا ويساعد اهالينا الفلاحين. والهدف في النهايه كله خدمه المزارع وان نكون وتحسين مستوى معيشته، وان نكون معه في اسم برنامج احنا معاك. ما هو وصلوا هذه الصوره ان شاء الله. بشكرك جدا الحقيقه الاستاذ الدكتور عماد الحسيني مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي، بشكرك جدا فعلا على هذا اللقاء، واتمنى لسيادتك التوفيق. فاصل قصير اعزائي المشاهدين، واستقبل ضيفي في الفقره الثانيه من هذه الحلقه الاستاذ الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، فانتظرونا بعد هذا الفاصل.